استجابة لمناشدتها لتكريت، سارعت مديرية البلدية بتنفيذ حملة لرفع نفايات من بلاج تكريت، ونشد المسؤولين عن الحملة المواطنين عدم رمي مخلفاتهم بشكل عشوائي في المكان للحفاظ على بيئة وجمالية البلاد. استجابة للمناشدة التي أطلقها أهالي المدينة بخصوص تنظيف البلاج الذي يعتبر المتنفس الحيوي لأهالي المنطقة والذي يرتاده المواطنين في هذه الأيام، تمت استجابة المناشدة من قبل المهندس أنس فلاح الفراس مدير بلدية تكريت، وتخصيص الكوادر الخدمية لقيامهم بأعمال تنظيفات وحملة تنظيف داخل هذا المتنفس الحيوي، ومن خلال منبركم إن شاء الله نهيب بمواطنينا بالالتزام والحفاظ على نظافة المكان بعد إخلاء المكان وانتهاء أعمال السفرات اليومية التي يقوم بها المواطنين بتنظيف المكان من النفايات ووضع النفايات بالأكياس البلاستيكية حتى وأن تركت الأكياس البلاستيكية، فتم تخصيص آليات وكوادر خدمية تعمل بشكل يومي في أعمال التنظيفات ورفع هذه النفايات من هذا المتنفس الحيوي. يوم أمس وجهنا نداء لأبناء تكريت بضرورة تنظيف شواطئ نهر دجلة اللي نسميه احنا البلاج، وبعد ساعات قليله اتصل بينا مشكورا السيد مدير البلديه ووفر لنا مجموعه من السيارات والعمال ويرافقوهم مجموعه من الشباب، وهم الان يقومون بحمله استمرت من الصباح لحد الان.